الآن فيما يتعلق بالدخول البري، أنا برأيي إسرائيل في مأزق كبير في هذه القضية. أولاً الدخول البري ليس نزهة، هناك خلاف كبير الآن في إسرائيل حول هذه القضية. نعم قد لا يظهر الخلاف على السطح، لكن دعينا خلاف بين من؟ يعني بين قادة الجيش والحكومة، بين الشعب بين من ومن تدور الخلافات الآن؟ نعم، الخلاف بين المؤسسة الأمنية والمؤسسة السياسية، وربما إلى الآن لم يظهر إلى السطح، لكن دعيني أشير بأن هذا الخلاف الآن موجود على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الجمهور الإسرائيلي ضد الحكومة. هناك يكتب بشكل واضح بأن بنيامين نتنياهو الفاسد، إيتمار بن غفير الفاسد، هؤلاء الذين قادوا إسرائيل إلى هذه المعركة ولديهم ملفات جنائية، ممنوع عليهم أن يخوضوا حربا برية، ويجب التوقف هنا وعدم التضحية بالأسرى الموجودين لدى المقاومة في قطاع غزة. هذا أولا. ثانيا، باتوا يعتبرون أن نتنياهو يحاول يعني تلميع نفسه وتلميع القضايا الجنائية والتخلص منها التي بحوزته من خلال هذه الحرب، لكن ما يمكن قوله في هذا الاتجاه بأن إسرائيل أيضا تتردد. ملامح التردد، أولا الدخول البري وإن كان سيحدث بحدود يعني دعيني أقول منضبطة إلى الحد البعيد على أطراف قطاع غزة، لكن الاجتياح الذي يتم الحديث عنه اجتياح بري واسع وما شابه من هذا القبيل يصطدم بعدة معيقات. أولا طول أمد الحرب، لا إسرائيل تريد حرب طويلة ولا الولايات المتحدة الأمريكية تريد حرب طويلة. ثانيا، صحيح أن ضربة 7 أكتوبر ستجعل أي ضربة مقبلة يعني مستساغة إسرائيليا، لأنه عمليا أكلت الضربة الأقصى في تاريخها، لكن حتى هذه القضية الآن ينظر إليها من قبل المجتمع الإسرائيلي على أنها مرفوضة ولا يجب التضحية بعدد إضافي من الجنود. ثالثا، لا أحد يدري ماذا تعد غزة لهذا الغزو البري. إذا كانت عام 2014 إسرائيل لم تستطع التوغل إلا أمتار محدودة ثم خرجت بهزيمة قاسية. العامل الرابع في هذا الاتجاه الجبهة الداخلية الإسرائيلية والولايات المتحدة الأمريكية كيف ينظران إلى مسألة احتمالية وجود جبهات أخرى في حال دخلت إسرائيل وطال أمد الحرب، خاصة العين على الضفة الغربية بشكل كبير وغيرها من الجبهات. بالتالي إسرائيل تتلكك بهذه القضية بشكل كبير، وبظني أن الصوت المرتفع جدا وهذا القصف الهمجي من الجو يؤكد بأن إسرائيل متخوفة بحدود لا يمكن وصفها.